إدمان ولكن من نوع آخر، جعل بعض الشباب يدمنون على شراء طائر الحسون أو المقنين كما يعرف بمبالغ كبيرة، خاصة إذا كان هذا الطائر من الطفرة النادرة، سيتجاوز سعره 35 مليون سنتيم وأكثر، سعر لم يمنع عشاقه من اقتنائه لتربيته أو لرفقته رغم الانتقادات التي تطالهم. فما هو السر؟ أتابع هذه القصة في هذه الحلقة. لو كان ما تشوفوش ولو كان ما تسمعش غناه ولا ما عباليش حسرة الأمر، كل واحد باش مولوع. نعتبره إدمان. إدمان طائر الحسون هذا مدمنين به، لو كان ما يكونش في الدار ما نحسوش شغل الدار كامل. أنا يوسف من بومرداس، واحد من محبي طائر الحسون، مولوع بطائر الحسون، تحية خاصة لكل محبي طائر الحسون. بون، أنا كما يقولوا مربي ومنتج لطائر الحسون. خيرت طائر الحسون لأنه تربيت شغل زدت معاه، طائر الحسون هذا من بكري، من اللي كنت صغير نصيدو، كان عندنا في الجنان ومنا، شغل والفتو، والفتو، ما نقدرش نعيش بلا به، طائر الحسون. ما نقدر كي يسمعوا كي يخرجوا باريزون بالغابه ولا شغل يعتبروا شغل ساند ليه ولا بلا به، لو كان ما يسمعوش ما يكونش آلاز ولا. قلت لك إدمان، إدمان طائر الحسون هذا إدمان. كاين بون كاين قلت لك بعض الحيوانات الإدمان تاعهم بنسبه قليله، بصح طائر الحسون تعدى كل الحدود. طفرة سائدة كاين باغ اكزومبل الفراخ 12 مليون 14 16 كاين 20 22 على حسب الطفرة، طفرة الفناشير يعني، طفرة كاين طفرة بون بداوها الفيفي حاجة قليلة كما يقولوا حاجة صغيرة ماهيش طفرة يعني اللي كبيرة، وتبدا من بعد بافيت غورج بلونش فاسياتو فناشي تداقل سكارباتشي الفناشي بلون يعني البلون كومبلي، هادو هما الطفرات السائدة. بلون جيون يدير حتى 30 مليون 35، هذاك يمدلك مام فاسياتو يمدلك. بون فاسياتو مام في هذا فاسياتو كي نقول لك فاسياتو كاين فاسياتو بلي زونغل بلون، كاين فاسياتو بلي زونغل بلون بلوس كليم دو كونفيرماسيون عندي ريش عنده ريشات هنا يختلف السعر. بون تقدري تقولي انه درا مام طائر يعني حسون الطفره مام كي يكون كاين وما راحش يطيح انتري اللي يرجع كيما الكلاسيك بار اكزومبل سي امبوسيبل امبوسيبل. ديجا درك حنايا الكلاسيك وراه غالي طفره اون بارل با كارثه. بون واش قلت لك الندره ثاني باسكو كاين الحسون اللي نجيبوه من لوروب بريمير دي شوز مع لي شونجمون دون دروا شونجمون دو كليما شونجمون داليمونتاسيون راح يتغير عليه الحال ومنه، وكاين اللي ما نتجتش منه يسمى مام في الانتاج ما يقدرش ينتج منه، وباش تشري منه قلت لك ما كاش يعني الوفره باش الناس بون ما كاش الوفره من ناحيه الاموال الناس ماشي كامل تقدر تشريه سي با دوني ا تو الموند، وكاين ثاني قلت لك من ناحيه قليل ندره نقدر نقولوا ندره. حنا كان عندنا لي شاردونري باربا الحسون الباربا، كاين شاردونري باربا كاين اليغون وكاين ميوتاسيون فهمتي. دوك حسون حنا كان عندنا بنسبه كبيره ومالوريزمون راه كيما يقولون نقدروا نقولوا نقارب راه باش تصيب حسون جزائري جو بونس انا واحد لو كان نقبضوا هنا ما نقدرش نقول جزائري نقدر نقول بالك طلقوهم ولا بون. والحب كل واحد واش يحب، كاين اللي مولوع بالشون تسمى الكلام واش يغني، وكاين اللي مولوع بالمهم قنين يغني ما عنده حاجه، وكاين اللي مولوع بالطفره لي كولور ومنها كل واحد والولع تاعو، كل واحد على بالو على الشراه، هو على بالو واش راح يدير به، على بالو واش راح يدير به. لا غير والع، شوفي الولع هذا تاع طائر الحسون يقدر يدير كلش، يقدر يدير كلش، يقدر شوفي يشريه اللي عنده واللي ما عندوش نيمبورت واحد كيما قلتي يقدر ينحي من عمره ويشريه. باسكو كي تشوفي انت كي تشوفي لي كولر تاعو يعجبك، انت وحدك تشوفي لي كولر تاعو يعجبك تغيث انت تشوف سورتو الغناء ما نحكوش
سورتو بون هو شباب وزيد الى كان يغني احسن كاين اللي الوالدين تاعو يقولوا اش راك دير القيمه تاع الحسون هذا بون دوك الانسان يشري حسون ويبدا يتعلم كاين اللي يبدا بالكناري بعد يروح حسون كلاسيك بعد يطلع ايطاب بار ايطاب والحمد لله ويطلع ويرجع في مرحله علاش نقول لك انا الحسون هذا موند كبير دوك حنا ما نقدروش نقولوا نعرفوا كلش ولا نقولوا دي بروفيسيونيل باسكو فيان درا لو جور وين يجي يقدر يجي واحد 15 سنه يولي يوري لك تقدري تقولي شوف لي زانتيليكتيال اللي ماشي قاري اللي النساء نساء بعض النساء بداو يدخلوا في الهوايه تاع الحسون راهم يربوه وراهم يخرجوه والحمد لله ولقاو نتيجه بون حنايا تبعنا طريقه نعطيك مثال تبعنا طريقه والحمد لله 90% ملي تبعوا الطريقه هذه كامل نتجوا فيها اللي يقرا فيها اللي ما يقراش فيها الصغير فيها الكبير حتى جاي كبار اللي باساو 60 سنه دي باساو 60 سنه راهم مولوعين طائر الحسون هذا يقول لك باستون يعني راه معاه المقنين وكاين ديرو تريتي كاين حتى نساء الناس اللي يعيطوا فيها ربما تعرفني سي قناه ناصر تي في على اليوتيوب اون لو طون انا باش بديت الهوايه هذه او الخدمه هذه بديتها بتربيه الطيور يعني انا نحب الطيور وربيت الطيور لهذا من بعد جاتني الفكره باش نبدا نخدم في اليوتيوب ندير فيديوهات نتلقى الاسواق مع الاول بديت غير بالطيور فقط ومن بعد كما نقولوا عملت الحاله الان شغل قناتي هي قناه ناصر عالم الحيوانات يعني اي حاجه في الحيوانات نصورها يوسف دائما خيرته باسكو كلكم لونسيرمونسيل مصداقيه باسكو ماشي كامل ما احنا ما نتهموش كاع قلت لكم ماشي كامل اللي يبيع طيور يعرف الدومين هذايا يعني كاين اللي يحلو جوست فور ان كوميرس برك هذا ما كان قال لك يا طيور راهم يمشوا ندير حانوت تاع طيور وخلاص ولكن يوسف شغل طبيب سيرمون طبيب سان فيتيرينار ما على باليش الا قرا الدومين هذايا مي بالك شغل خير من فيتيرينار شغل قلت لك يمرض لك طائر نجي لعندي يوسف وما نعرفش عندي فيتيرينار تيرمون ادوي اللي عنده الله يبارك كامل الادويه الخاصه بالطيور كاين وفي بليس يخدم بالادويه تاع الفيتيرين المقنين انا دائما نقول لهم شغل المقنين شغل ان بيبي شغل اكثر بيبي باسكو ديليكا بزاف يضربوا له هو يمرض تبدل الكليما يمرض يخلعوا مع باليش كاش كيما نقولوا حنا كالزرزوميه خلاص يجي في ليميت يحلو الريش يولي مكتئب لهذا يا شغل نحب نخدم مع ناس اللي عندهم خبره في الضمان هذا يا شغل تروح المصداقيه ديالك مي بار كونتر كيما الاخ يوسف كي تجيب له مقنين وتقول له راه مريض لا شريت عليه مقنين مريض بالك ما فاقلوش ولا كي تعاود تجيبه له راح يقدر يعرف السبب اللي وشنو هو راح يقدر يعطيك الدواء المناسب ديالو اللي يخليك باش الطائر تاعك يكون نورمال. حنا قلت لك انا واحد من الناس باش نحط للدرجه هذه نسمع لكل واحد يمد رايه. نسمع لكل واحد يمد رايه. انا لو كنت تبعت نعطيك اكزومبل كنت تبعت في 2018 سيد قال لي امبوسيبل قال لي خدمته امبوسيبل تنجح فيه مي انا مع التفكير تاعي قلت اذا هو ما عطالوش ربي بالك انا يمد لي حنين حتى كوبل ديجا يقول لك باش ما تكوبليش ديجا حرام باش تربيه وما تكوبليش ديجا ما عطيتلوش حقه يسمى خليها على الله ديرهم ان كوبل في كاجا سقم لهم شويه لاكاج بيان دير لهم لوني ديالهم العش ديالهم وتكل على ربي تو سامبلومون.